بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين، حبايبي، يا نظر عيني على متابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أسلم عليكم. بداية الكلام والحديث وياكم اليوم، اذكروا الله سبحانه وتعالى. أول شيء اذكروا الله جل جلاله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أنا اليوم اترس 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 اترس، عطى حقه عطى حقه وخذ حقك. نعم، عطى حقه وخذ حقك. هي نعم، هذا اي شداد. ركوب ركوب، هذه الابيه. نعم، اللهم صل على النبي محمد وعلى ال سيدنا محمد. اترس ابوي اترس. نعم 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 نعم، هذا رزاق الحريه. الله ابو وويلا. نعم، مره. شو قال خالد حريه؟ قال اوقف على مالك. نعم. اوقف على مالك. نعم. ولا عشرة من عمالك. نعم. ولا عشرة من عمالك. نعم. هي نعم. ايش قال بعد؟ الله. شوفوا عن طريق العش. ها الحريه، يعني 14 والله بقيت نوع. اوقف على مالك. لا. اوقف على مالك. لا. ولا عشرة من عمالك. لا. انا واقف بشرف عليك ورد والشغل لهلك. بقى بعضي قالوا كل من يوم نجر ما تم بالوادي شجر. وبعدها كل لكم حتى المعكور. انزين، عاد اليوم عندي اغراب ما سنين ومنين، هبطلعهن واوديهن المزرعه عقب اصورهن. شوفوا ايش ناط الاوليه. شوفوا ومضى الدهر عليهن. الله، شوفوا كم هاي تحت، هاي ما بشنطة. افتحها شوي ابوي وبشوف داخلها. الله يا زمان، سكر ابوي. انا كله اليوم عندي ترتيبات. اي قد شوف شوف شوف، هذا الدور الثاني. كم سوينا؟ ما اصير الدور الثاني كله مواعين ليوم المواعين. يا ربي، اسمي اطبق، اسمي مواعين. مش راح. شوفوا شوفوا شوفوا، هاي الزمن، هاي مسجلات مال دور العده. انتهت العده وانتهت الرابطه وانتهى وغير اللي هو الرأي. ابوي شوفوا شوفوا، هي 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 هي. هذا ابوي يوم قال لقط الحدحات، هذا كله 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 حق. يا ربي، يبال عاد هذا تبقى طلع كله وحطيه في الحوي وبعد قطه. اسمي مواعي، اسمي صياني، اسمي درعازل. ايش حق هذا كله؟ لا حول الله. شوفوا شوفوا وين يصفوا. يا ربي، العد الاوليه. شوفوا شوفوا العده، شوفوا العده، شوفوا العده، شوفوا العده. يوم لا ابعدين العده معاه قلنا محتفظ فيها. الله، اطبول هنديه وعربيه. هذا مسندو، هذا المسندو، هذا طبول هذاك. شوف ايام العده ورابطه المشجعين. نعم، شوف المسندوات اللي ما عنده هن الدنيا. شوف الطبل هذا سيسم، سيسم كله سيسم طبولي الأولية. يا هي عدة، ما هي عدة. يا الله يا الله يا الله، وين هاك الزمان؟ وين هاك الوقت؟ وين هاك الوطر؟ شهداد، في واحد دمدم هناك، يبه دمدم هناك، يبه الدمدم. ايه حطه داخل. هي هذا دمدم بعد.
اه دمدم يا اخو دمدم. لا بعد نطر وحليلة في واحد ثاني بعد. نعم اه شغل يا رب. يا شد شداد خله داخل. آه شوف فوق 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 ركب. ها هذا فلوسها بلاش يا زمانهم. الله هذا ودي فوق. شوف مسندو مسندو هذا. هي شوفوا اشوف اشوف بابا اشوف سو دم 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 شوي. بعد شو ترى ترى عدل 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 منو كفيلك. انزين شو الله يا هو الزمان انقضى ومضى. هي قاعد اتذكر في زمان مضى لي ومن الله. هي الاول يوم الدنيا دنيا وين هذه السنين. الله يا هو زمان يا هو زمان. شوفوا الجدور عندي انواع واشكال. يلا هذا شهداد شال الغتر وهذا شال وده مطبخ 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 وده هناك عندي بتلاقي. يلا نعم عاشو. اليوم عندي يوم النظافة ويوم الشغل. يلا ابوي ماليته خلاص. هاي ماليته. وين كان دراي؟ معلوم كان دراي؟ انا سافر فيلبينز. اوكي سيري اكو درب سيري وترجع بالسلام ان شاء الله. وهذا احنا ايام الشتي خلاص عاد الحين وصلنا ليزر ميزر عاد حول مفتكين استوى القيض عاد احنا بيون خلاص استوت اللعبه حق العيال. والله العظيم في القيض ماشي الناس مفتكه. نعم اينا انا اليوم في البيت ترتيب وتعديل عندي. اي نعم يلا عاشو يلا عاشو عاشو ابوي والشريشه. تفضل يا ليس الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساكم وطور الله أعماركم وبارك الله في حياتكم أعزائي أحبائي نظر عيني الغالين الزينين الطيبين المتابعين وين ما كنتوا تسمعون مقالة حرية اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا بعدين ما بسبق الأحداث أنا الحين متجه إلى مكان ما. رايح الاخ لوكيشن. هيا الله منوح لوكيشن. انا والله انا كل لوكيشن. ها متجهين الى مكان ما وبنصور لكم وين سايرين يوم نوصل. نعم وحبينا عاد نخبركم. والحياة ابوي كذا ابوي بديس بين اربع حيطان لا تتكابر عليك الدنيا. انطلق حيثما العالم انطلقت. نعم والله قسم بالله لا تتعودون اعماركم. قصة ثانية ياسين نتغدى مروا علي الخورفكان هالشرق اصدقائي وربعي بس يصيروا نكسبوا وقال متغدين بس حطيت قلت ما تغدون قال لا والله متغدين زعاي ما متغدين يا جماعة الخط لوم حطيت يا مهريسة والقيمات وانا يا ستغدى يا واحد ما نعرفه ما نعرفه يعني عرفنا هو يعرفنا ما نعرفه. وحي الله خالد يا مرحبتين من بالعادات والتقاليد تفضل. ما قال لا كبر كبر ويانس ونزل ونحن ناكل خبز والقيمات والله هريس لان يقول عطفتوا عليه الصحن. الله اكبر عليك تعال تعال شيت اذكر الله قول لا اله الا لا ما بحسدكم. قلت ولا تحسدنا ولا نحسدك. هاي ما برمستك انت شي هذه العيال ناس نحن ما تعرفنا ولا نعرفك والعين حق شو هذا اش زين اسمعوني لا تستحون وتقولون والله هاي حرم عود ولا ريال عود وما عليه. لا لعق كلمه وتحسب الكلمه في ولدك ولا في سيارتك ولا في اي شيء قول له. لا قول له تعال اذكر الله وصل على النبي وقبضه مديه وخيط وايدين ساروا والسباية بالكلام قال والله برا يستحينا منه عاد وين بندوره وين بلقوا الله ما تدوره ما تدوره. ذيك الساعة انا ما سوى حد ذيك الساعة قبضه وين ما كان. اقول قلت شاهد ورد الشهادة
واذكر الله وصل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قول ايش حقه؟ تقول لا لا ريال عود ولا حرم عود ما شيء. في هذا الامر الوحيد اللي انا اوصيكم لا تقولون عود صغير، قبضوه مره ذيك الساعه هي هالو يلعبون ولا غيره ولا عيالكم ولا اموالكم. وتنقع الثلاجه وتطف الضوء منه والحق عليها وحط ملح تحت الجدر هذا ونص الجدور راحت. هذا عرس في الجزيره في جزيره الحمر عشان يسمعوني يذكرون عرسهم. قال لا اله الا الله يعني شوفوا العين والله انا قال هذا عرس واحد عنده حيد الله يرحمه عفو عنه هو بعد مات انزين عنده خيزرانه وشارب الخيزرانه في ديه. قال هذا كله عرس واحد مره ومن هاك اليوم اقول لكم الحين ريحه الجدور متحرك خشمي اعوذ بالله. لا قال ما شاء الله ولا قال اللهم صل على محمد لا 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 لا. المهم انا حذرتكم اخبركم عن قصص من قصص الخيال والحياه. الحين ساري مكان ما ابو عمار هذه بي عمار انا عايز من شيء اصير ابو اول بعدي قبل الناس. انا احب المركز الاول كل اول في اول. شو بلاك انت لوكيشن عسي اشتر شو تبى انت زين طيبي ما بطول عليكم السالفه. انا شي عايبني اكسبوا اول يوم صرت يوم الثاني يوم الجمعة إيه؟ طبعا ما بيوم افتاح لا ثاني يوم عايبني الناس في العرب واليولة القرية العالمية اول يوم يتها هذه نحن الله المستعان هي نعم. وهذا اكليكيشن سالب التذاكر اكوك ونحن ابوي بنتمشى وبنطالع الدنيا والحياة هيك الله بده نعم وش حقه نعم. يقول لك الروح تتبع الارواح وجنة بلا ناس ما تنداس وسير وتذكر عمرك العمر يخلص ويركض الا لا لا المطعم خبر يوم غايه المطعم مطعم ويوم غايه البيع والشراء بيع وشراء. لا ابوي فادي ولا اولادي ونفسي ولا ملك سواها ايش حقك بس استانس بس اطالع الدنيا بقى. شوفوا شوفوا لا باس عليك داير يا صديقي مزيان بالزاف انت في دانة الدنيا دبي دبي مزيانة بالزاف وهي السعودية السعودية نعم ها على يمينك عجميني ويش ام الدنيا مصر فلتحيا مصر ام العروبة يا الله مصر ده انا بحب مصر كثير كثير يا اهل مصر. وهذه بعد والاجداد يا حي هلا بالعراق هلا بالعراق شوفوا تعال ايه نحن الحين عند القرية العراقية ها نعم العراق التاريخ الله يا العراق نعم. ونحن سعيدين وانت شو تبيع بعد؟ انا بيع التوت عم التوت اي والنعم شوف تو طالع شوف شوف انا اشكر ادارة القرية العالمية دبي هي القرية الصراحة خليجي او عربي او اسيوي او اسيوي اشوف كل سنه في تطور بمعنى يدل على شو نجاح الشغل جاي هيرو في العالم العربي والاسلامي وكل كل اي الاول وكشعب الامارات نحن فخورين بمركز شغل تطور اعماركم اشكر دبي للاعلام على هاي الوقفه شكرا حبيبي تسلم اشكرك اهلا وسهلا ومرحبتين من احسن مكان عند القريه الاماراتيه عسى الله يحفظ الامارات وشيوخ الامارات وشعب الامارات فانقلكم صوره من القريه العالميه المتجدده كل يوم شيء جديد تصور سرنا خلاص بيد المغرب نصلي وتمشينا وبندش عاد الحين نحن ايه قرية الامارات الله يعز الامارات شعب الامارات حكام الامارات هذه قريتنا ايه بنسير عاد بنشوف احد ما ثريا الله اكبر واعظم جناح الاماراتي جايه
زيارة حق اختي صنع هي اسم هو المحل طبعا قريه الاماراتيه واسم المحل محل امي ثريه مت على شغلها وقابض قابض قابض ابو خالد حريه وقف على مالك ولا عشره من عماله ما شاء الله عليها روح المنتج وروح وهي واقفه وقفت وحده وعندها اشياء حلوه للهدايا شوفوا انا شوف ان شاء الله طالب امام ثريا والعالم بتكلي وبدوت نومك ما شاء الله شو اخر بتاعك اخر ما وصل داعي هذا عندك الشنطه فلاش عندك هذه لا في الشنطه لا لا شكل كندور ارضيه عندك هذا لها شوف ما شاء الله طالع هاي حبه شاي وقهوه شوفوا هذا النبع ما شاء الله هذا شو حرارات طبقات ايه يعني تودي غراب حق الواد من الحشمي فريس ولا بلالي ولا القيمات يا رجل عاد وهاي شو سلات جفران حق التوزيع هذا نذور هذا نذور حق خطوبة هذا ملك يعني يصيرون بعيد في الجناح الاماراتي نعم ما شاء الله عليك كم سنة تعال كم سنة ما شاء الله شفتك هاي والله الحين صار لي 17 سبعة وكم من مناسبات اللي شاركتي فيها والله مناسبات كثيرة خارج الدولة وداخل الدولة الكويت السعودية عندك على مستوى الدولة الحمد لله كل مكان شاركت مهرجان من الإمارات في الوثبة عندك إدمان عندك معرض الشاب التراثي ما شاء الله الحمد وشو ما شاء الله عليها شوف الإنسان المقتنع برزق الله سبحانه وتعالى ها كل ما تبيع النص يصير هني وقف أسأل الله ييسر له شوف الإنسان ما شاء الله عليك هذا وقف يعني تقول كل ما أبيع ما أبغى مال الدنيا شيء آخذ رصيدي والشيء تحولي وقف هاي التجارة الله يفتح عليك هو صنع بيد أمي ثرية وهاي لوجه صنع بيد أمي ثرية فعلا أحسنت على هالشيء لحد تستاهل إيه الإنسان نحن ما نسوي دعايات لا هاي أختنا ولازم الأخ ويختب نعم أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب صح عليك جزاك الله خير طال عمرك الله يطول عمرك يسلمك حياك الله نرجع إن شاء الله مرة ثانية الحين طالعين عادي ما بنطلع قال له كشن أنا ما متغدين أخبرك عادي انت شي ما تغدى وانت ها سوي دايت ابو محمد انت دايت انت اي دايت اسمع حق مطعمك ما سوي دايت انزي تفجيره المهم الحين احنا جاي مطعم مفضله مع الواحد مواطن ربيعنا ولازم امر عليه وتعشى عنده واحسن واحد نحن اني هذا هو مواطن قايم على شغله وروحه بس عاد عيب انك لا تصوروني يوم بنصوره اهي عيبنا اكله ومن الناس اقدم الناس في السوق واحسن الناس ها مالك بعد ما شاء الله انت ماخذ مينه او هذا بعد مالك اي واحد هذا المحار تايلندي الله يلا جهز حالك يا عمار ثلاثه اي واحد اي الله ابو ميثة يعني هذا محلك شوف هذا ما شاء الله كل اكلاته سيفود هذا اللي بس من كوريا جايبينه من كوريا ما شاء الله عليك والثاني وهذا محار من تايلاند هذا عيوني محار تايلاند هذا اثنين والثالث هذا مال البلاد مال البلاد الله يعطيك ويزيدك من خيره لانك انت ريال واقف على عملك وعلى شغلك هي يعني الانسان اللي بيقف على شغله وعلى عمله هذا مسكينه والله تحرات اجنبي دا نعم يلا هذا هو ولا يفوتكم من احلى الصراحه المطاعم انا اخذه ويربى اسال مجرب ولا تسال طبيب انا الطباخ وانا الذويق وانا اختاره من بين المطاعم في شارع شو اسمه الشارع ابوي شارع لكشار شارع المطاعم شارع المطاعم زوروه تعالوا له
ايه على الطاير فتح شهية. ايه ما عشان كرسي ما كرسي قاعد او صندوق وضيق وياك وروح. اما بس نمديك صراحة انا ما امدح الشيء وانا ما اسوي دعايكم تعلمكم ها فقلنا اسوي دعاية لا صديقي وأخوي وربيعي مالي ومال واحد نعم يا عنده من هذه لا الله بعد ما قال لا لا انا صديقي هم من الاخر وصلنا الى الباستا اي نعم بس هذا اليوم غير بنتطور من اكل الشعبي في مكانه محله ما بيخلص اليوم هنا عنده بس خالد هذا المطعم لا حق اخونا وربيعنا واحد مواطن يستاهل يستاهل, يستاهل, يستاهل كل خير ونحن اليوم عند الباستا يا ربي تعال عنده اشوفها ها هي هاي الباستا باستا هاي الباستا غيرنا جو ونفس الريال هو صاحب الثلاثة وما شاء الله عليه هذا الرابع وريال واقف على شغله ومجتهد صراحة هاي الباستا مشكور يا أبو ميثا على الضيافة ما قصر ما بطلعك طبعا تميز القرية العالمية أنها تجمع التسوق والأكل والترفيه في مكان واحد وبأجواء جميلة تجتمع فيها مختلف الحضارات والثقافات كل سنة أتي القرية العالمية مختلفة كل سنة أحسن وتبهر زوارها هذا يدل على العين في الحكومة والعاملين على إدارة القرية العالمية